أخبار اليوم. تحية لشعب بلادي زي ما قال الرئيس السيسي. تحية ليكم أعزائي المشاهدين في آخر يوم من فعاليات المؤتمر الاقتصادي، مؤتمر مصر المستقبل. اهلا بك يا امل النهارده معانا. اهلا بك يا ياسر، واهلا بكل مشاهدي بوابه اخبار اليوم. النهارده فعلا مصر كتب اسمها بحروف من ذهب في المؤتمر الاقتصادي المنعقد بشرم الشيخ، والنهارده معانا كمان كلمه سياده الرئيس اللي القاها في اخر يوم من فعاليات المؤتمر. وزي ما قال الرئيس، مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا. احنا عايزين نحب بلدنا وعايزين نخليها قد الدنيا، عايزين نخلي بلدنا قد الدنيا. تعالي يا امل نشوف كلمه الرئيس قال النهارده. يلا بينا. نتطلع جميعا للاستماع إلى كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، واسمحوا لي انا مش حاضر اتكلم الا ما يبقى في مجموعه من الشباب اللي شاركوا في العمل ده يكونوا جنبي هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه هم مجهزين كلمه كالعاده، لكن انا عايز اكلمكم حديث انا رتبته مع نفسي يعني لكم. في البداية أنا برحب بيكم جميعا. أنا عايز أكلمكم عن بلادي مصر، لأن في ناس كان افتكرت إن بلادي ماتت. لا، مصر دي بلد ربنا خلقها عشان تعيش. كان من 7000 سنة كانت مصر موجودة وعلمت الدنيا كلها وقدمت الحضارة للعالم كله، والكلام ده موجود في كتب التاريخ، بيدرس في العالم كله. وبعدين تعالوا نتكلم على من 150 سنة بس، من 150 سنة بس كانت في بعثة من دولة عظيمة جدا جاية تشوف تجربة مصر سنة 1862، تشوف الدولة العظيمة دي بقت عظيمة ازاي. الدولة دي كانت اليابان، جت تشوفنا احنا مين واحنا ازاي. حصل المؤتمر الاقتصادي استثمارات بلغت 175.2 مليار دولار، وتلك الاستثمارات تتوزع بواقع 15 مليار دولار اتفاقيات نهائية و18 مليار دولار تشغيل وتوريدات و5.2 مليار قروض، 92 مليار مذكرات تفاهم و45 مليار دولار للعاصمة الإدارية. وإليكم قائمة بأبرز الاتفاقيات الموقعة على هامش المؤتمر. أما فيما يتعلق بقطاع الكهرباء، وقع المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على اتفاقيات استثمارية تبلغ بنحو 7.2 مليار دولار لإقامة محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من الفحم بطاقة إنتاجية تبلغ 4800 ميجاوات باستثمارات تبلغ بنحو 6.5 مليار دولار، وينفذ المشروع على 4 سنوات. كما قام بتوقيع اتفاقية لمحطة طاقة شمسية لإنتاج 50 ميجاوات باستثمارات تبلغ 75 مليون دولار، وينفذ المشروع خلال عام. وقع على مشروعات للبنية التحتية بقيمة 650 مليون دولار. أما في قطاع النقل، وقع المهندس هاني ضاحي وزير النقل على استثمارات بقيمة 1 مليار دولار بالتعاون مع شركة مواني دبي لتطوير ميناء العين السخنة وشركة صينية لتصنيع الوحدات المتحركة للقطارات. وفيما يتعلق بقطاع الاستثمار، حيث شهد الأستاذ أشرف سلمان وزير الاستثمار توقيع عقد إدارة فندق مينا هاوس بين الشركة العامة للسياحة والفنادق وشركات ماريوت العالمية.
كما شهد التوقيع على 5 عقود لإدارة مجموعة فنادق شرم الشيخ بإجمالي استثمارات بلغت ب1.1 مليار دولار. أما في قطاع السياحة، وقع خالد رامي وزير السياحة على اتفاقيات لإنشاء صندوق بقيمة 1 مليار دولار. كما تم التوقيع على اتفاقيات إطارية بنظام تصميم وتمويل المشروعات في قطاعي الكهرباء والنقل بقيمة 5.8 مليار دولار لتطوير الشبكة الوطنية باستثمارات بنحو 1.8 مليار دولار. وفيما يتعلق بقطاع التخطيط، قام بالتوقيع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والتطوير الإداري على اتفاقية مع صندوق أيادي بقيمة 500 مليون دولار، بجانب التوقيع على اتفاقيات لمشروع قطار خفيف بأبو قير. وتم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في قطاعات الطاقة لإقامة عدد من المحطات الكهرباء من الطاقة المتجددة والتقليدية والبترول والغاز لتطوير الآبار والنقل لإقامة مواني متعددة الأغراض بالأسكندرية والصحة والتجارة والتموين، بجانب التوقيع على اتفاقيات لمشروع قطار خفيف بأبو قير. وتم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في قطاع الكهرباء لإقامة عدد من المحطات الكهربائية من الطاقة المتجددة والتقليدية والبترول والغاز لتطوير الآبار والنقل لإقامة مواني متعددة الأغراض بالأسكندرية والصحة والتموين لإقامة مراكز لتخزين الغلال والإسكان لإقامة مدينة تجارية ومناطق سياحية بقيمة 47 مليون دولار. كما عقد أكثر من 200 لقاء ثنائي بين ممثلي الحكومة وعدد كبير من المستثمرين ورجال المال والأعمال للتباحث حول الفرص الاستثمارية المتاحة وتبادل الخبرات فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في المرحلة القادمة. الزغاريد هي كانت رد فعل المصريين لفرحتهم بالمؤتمر الاقتصادي اللي رصدتها أمل صبحي في التقرير الجاي. وطبعا أنا واحد من الناس، أنا بحب الرئيس السيسي جدا وسياسته. أولا المؤتمر الاقتصادي ده يعتبر دعم لكل المصريين. انا فرحانه جدا باللي السيسي عامله النهارده، وبجد هو يعني ابونا الكبير. ربنا يحمي لينا ويحفظه لنا من كل سوء، والحمد لله ان ربنا سبحان الله وتعالى رزقنا برئيس جمهوريه زي الراجل ده. طبعا فرحان، اي مصري حر نزيه لازم يفرح باللي حصل دوت عشان خاطر البلد. صالح هيعمر البلد ويعلم ربنا، هو هتبقى كل حاجه حلوه. هو راجل شفنا منه كل خير، والله راجل صالح هيعمل حاجات حلوه كتير، ربنا هيكرمه وهينصره. يعني طبعا فريق كويس يعني هو ماشي طريق صح. لا واخد شباب صغير موقفوا معاه ويشاركوا معانا، هم دول المستقبل. مش انا جايب ناس مثلا كبيره، موجودين الكبار بس مستعين بالشباب اكتر، ان دول هيقدروا يعملوا حاجه احسن. طب احنا مبدئيا بنقول ان ده مؤتمر عظيم طبعا، هينقل مصر نقله عظيمه طبعا، وهيحولنا طبعا من مستوى الدول الناميه زي ما بيقولوا الى دول متقدمه. احنا كويسين وخلينا ميه ويخلي لنا وفي شر البلاء وشر المرض. ولا يكون فعلا والله وراجل كويس وسادة المسؤولين كلهم بصراحه، يعني هم بيعملوا مجهود جامد. ان شاء الله هنبقى احسن ناس في العالم واحسن بلد في العالم، يعني انا رئيس مخلص وشعب مخلص، بس ده اللي عندي اقدر اقوله يعني 100 100، يعني مؤتمر 100 100. بحبك وبعزك وبقدرك. كمصريين احنا ما كناش نتوقع هذا النجاح، لان الرئيس بيعمل لصالح كل واحد مصري على ارض هذا الوطن، وكان عاوز امله سافر البلاد يعمل علاقات يصحح العلاقات بين الدول، وبعدين نجح المؤتمر الاقتصادي نجاح غير طبيعي. وألف مبروك لمصر مع قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا فرحانين جدا، مبسوطين، مش فرحانين بس مبسوطين ان مصر مجرد إقامة المؤتمر نفسه في حد ذاته ده مكسب.
هو احنا ما كناش فعلا خالص نتوقع ان يكون في نجاح باهر كده. النجاح ده مش نجاح للرئيس بس، النجاح ده نجاح لنا كلنا، انفتاح كبير بالنسبه للبلد وحقق نسبه ربح كبيره بالنسبه لمجال الشغل يعني، واحنا حسينا ان احنا البلد هتتحرك لفوق خالص يعني لحاجه كبيره، وان شاء الله عشان اولادنا وشبابنا ما يطلعوش بره مصر، احنا عاوزين ننتج ونشتغل في مصر 24 ساعه. سيد الرئيس يشكر الله قويه، الله يقويه على شعب مصر، الله يقويه الله يقويه. عمر يعتبر حاجه تقدم بالنسبه لمصر، حاجه كبيره جدا، وخصوصا ان يعتبر 90% من الدول كلها شاركت. مؤتمر 100 100، والسيسي راجل 100 100، يعني ما حدش يمكن لا بعد ده، هو كان جمال عبد الناصر الاول وهو الثاني. المؤتمر اللي حصل ده هو مستقبل مصر، والشهور اللي فاتت الدعم الارهابي اللي كانت بتعمله تركيا وقطر مش هيحصل في مصر، والمؤتمر حصل. هم كانوا بيعملوا كده عشان المؤتمر ده ما يحصلش، بس حصل، واحنا كلنا قلوبنا مع الرئيس، وربنا يعينه على البلد دي. ربنا معاك يا رئيس. كلنا بنحبك يا رئيس، وربنا معاك يا رئيس، كلنا معاك. ثلاثة ايام كانت فارقة في تاريخ مصر، وضعت اسم مصر على الخارطة العالمية والمحلية والدولية. ثلاثة ايام كانوا لهم اكبر اثر ان فعلا مصر تبقى ام الدنيا وقد الدنيا. مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا. احنا عايزين نحب بلدنا وعايزين نخليها قد الدنيا، عايزين نخلي بلدنا قد الدنيا. اليوم أصدى الستار على آخر فعاليات المؤتمر الاقتصادي المنعقد بشرم الشيخ، وعلى وعد بتغطية مؤتمرات وفعاليات أكثر في أخبار اليوم تي في.